السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. واليوم غادي نلقاكم مع اختبار موحد محلي على صعيد المؤسسة للسنة السادسة من التعليم الابتدائي، وهذا الامتحان كيخص وحدات الاجتماعيات. طبيعة الحال كدوزوا في جميع المواد بالنسبة للسنة السادسة ابتدائي في الامتحان المحلي ديال الدورة الأولى. واليوم إن شاء الله غادي ندير معكم الاجتماعيات. كنت درت معكم التربية الإسلامية، النشاط العلمي، وكذلك اللغة الفرنسية، واليوم الاجتماعيات. إذا أكيد كتعرفوا بأن الاجتماعيات كتكون من ثلاثة ديال المكونات: مكون التاريخ، مكون الجغرافيا، ومكون التربية المدنية. إذا نبدأ بمكون التاريخ. وضعية الانطلاق: عثر على بقايا جبل إيغود أول مرة عام 1960 أثناء عملية استخراج معدن الباريت من المنطقة المجاورة، فقد عثر أحد عمال الحفر على جمجمة داخل جدران الكهف، ومن ثم استخرجها وناولها لأحد مهندسي الموقع، والذي احتفظ بها بدوره كتذكار لفترة من الزمن. وفي النهاية شقت تلك الجمجمة طريقها إلى جامعة الرباط، والتي نظمت رحلة استكشافية مشتركة بين المغرب وفرنسا إلى ذات الموقع عام 1961 بقيادة الباحث الفرنسي إيميل إينوشيفي. عثر فريق إينوشيف 30 جزءا من بقايا ثدييات. في 2017 تمت عملية تأريخ البقايا العظمية لجنسي الإنسان العاقل، كشفت عن عمر يتجاوز 300,000 سنة. وجد أيضا غزالا مقطع بطريقة تسمح بأخذ نخاعه العظمي، وذلك قرب بقايا نار. عدة حجارة سوان مرتبطة بالعظام محروقة وملقاة بعد استعمالها قرب بقايا نيران قريبة، سمحت بوضع تأريخ دقيق ب 315,000 سنة. إذن هذه وضعية مأخوذة من موسوعة ويكيبيديا. سؤال أول: أملأ الجدول. إذن غنملؤوا هذا الجدول اللي كاين هنايا. عندنا موضوع النص، زمن الحدث، مكان الحدث، وسبب الحدث. بالنسبة لموضوع النص كنتكلموا على بقايا ماذا؟ بقايا إنسان إيغود. إذن بقايا إنسان إيغود. إذن كل جواب عنده علاقة بمضمون النص، يعني كيبقى جواب صحيح. زمن الحدث، ما هو زمن الحدث؟ إذن زمن الحدث 1960. 1960، إذن سنة 1960. مكان الحدث، إذن مكان الحدث هو جبل إيغود. سبب الحدث هو أثناء استخراج معدن الباريت من المنطقة المجاورة عثر أحد العمال، إذن كاين هنايا، على ماذا؟ على جمجمة لإنسان عاش في المنطقة قديما. أثناء استخراج معدن الباريت من المنطقة المجاورة عثر أحد العمال على جمجمة لإنسان عاش في المنطقة قديما. صحيح. إذن هذا هو السبب ديال الحدث. السؤال الثاني: التاريخ الدقيق لأقدم بقايا الإنسان العاقل. إذن شنو هو التاريخ؟ إذن التاريخ هو 315، حسب النص دائما 315,000 سنة. كان يسكن ماذا؟ كان يسكن في الكهوف. إذن كان يسكن في الكهوف، ويعتمد في تغذيته على الصيد وقطف التمار والقنص. ومن الأدوات التي استعملها الرمح وأدوات التقطيع، لأن تقطيع اللحم مثلا. السؤال الثالث: أنواع الأنشطة الاقتصادية لسكان المغرب قديما في الحضارة الأمازيغية. إذن الأنشطة نذكره، عندنا الفلاحية، أنشطة الفلاحية مثلا تربية الماشية. إذن هذه من الأنشطة الاقتصادية التي كان سكان المغرب قديما تقوم بها في الحضارة الأمازيغية. السؤال الرابع: أذكر اسمي العدوتين اللتين بناهما الأدارسة بمدينة فاس وتاريخ بنائهم. إذن العدوتين، عندنا عدوة الأندلس بنيت سنة 808 ميلادية، وعدوة القرويين يعني قيروان، إذن بنيت سنة 809
السؤال الخامس، املأ الفراغات بما يناسب من المصطلحات التالية. عندنا كورونا، عندنا دار السكة، إذا مؤسسة خاصة لضرب القطع النقدية أي العملات وإنتاجها، وهنا مرض وبائي معدٍ انتشر من بلد آسيوي في دجنبر 2019 إلى جل بلدان العالم وأصاب ملايين الأشخاص وأدى لمقتل بعضهم. إذا هذا هو مرض كورونا، وهنا دار السكة. دار السكة، إذا دار السكة هي واحد مؤسسة لضرب القطع النقدية يعني العملات وإنتاجها. السؤال السادس، أعرف زينب النفزاوية. من هي زينب النفزاوية؟ إذا زينب النفزاوية هي بنت إسحاق الهواري، ولدت سنة 1431 هجرية، وتوفيت 1072 464 هجرية من قبيلة نفزاوة الأمازيغية، وهي زوجة يوسف بن تشافين. هي الزوجة ديال يوسف بن تشافين، إذن الاسم ديالها هي زينب النفزاوي. الآن دوزو المكون الجغرافية، انتبهوا معي. إذن السؤال الأول، أضع سطر تحت عدد قارات العالم. إذن العدد ديال قارات العالم عندنا 6 ديال القارات، نعم. السؤال الثاني، أذكر جميع هذه القارات. إذن قارة إفريقيا نبدأ بها، قارة أوروبا، قارة آسيا، قارة أمريكا، قارة أوقيانوسيا، وقارة أو القارة المتجمدة الجنوبي. صحيح؟ إذا 1 2 3 4 5 و6. صحيح؟ السؤال الثالث، أكتب صحيح أو خطأ أمام العبارة التالية. خط الاستواء هو الخط الأصلي لخطوط العرض. نعم صحيح. يقع المغرب شرق خط غرينتش. خطأ. يقع المغرب في أقصى غرب شمال إفريقيا. صحيح. إذن هذا هو الموقع ديال المغرب. السؤال الرابع، أضع أسماء عناصر الخريطة وفق الأرقام لتعرف حدود بلدنا المغرب. إذن الأرقام عندنا 1 2 3 4. 1 عندنا المحيط الأطلنطي، 2 عندنا الجزائر، 3 عندنا موريتانيا، ورابعا عندنا البحر الأبيض المتوسط. صحيح، البحر الأبيض المتوسط. السؤال الخامس، أذكر المناخين السائدين في المغرب. إذا المناخين السائدين عندنا المناخ المتوسطي هو اللي كيكون في الشمال، وعندنا الصحراوي اللي كيكون في الجنوب. الصحراوي كيتميز بالحرارة دائما. السؤال السادس، أعرف خطوط العرض. ماذا نقصد بخطوط العرض؟ إذن هي خطوط وهمية غير متساوية. إذن ما متساوياش، هي خطوط وهمية غير متساوية في ما بينها، وعددها 180 خط عرض. إذن 180 خط عرض، والخط الأصلي هو خط الاستواء درجته 0 دوغري، وتفيد في تحديد النطاقات. السؤال السابع، لماذا يختلف التوقيت في العالم؟ يختلف التوقيت في العالم من حيث اختلاف النطاقات الزمنية حسب خطوط الطول. حسب خطوط الطول. إذا انتهينا من الجغرافيا، الآن ندوزو للتربية المدنية. السؤال الأول، أكتب أمام كل عبارة أحد التعابير التالية: حق، واجب، ومسؤولية. التنقل بحرية من البيت إلى المدرسة، واش هو حق ولا واجب ولا مسؤولية؟ إذا هو حق. حق. تعرف قواعد المرور واحترامها. إذا نعرف قواعد المرور ونحترمها، هذه مسؤولية. يعبر الطفل عن آرائه بحرية، هذا حق. أحترم الرأي الآخر، هذا واجب. سؤال ثاني، أعرف معنى الحياة الخاصة للشخص. إذا الحياة الخاصة للشخص هي كل المعلومات التي تخص الشخص وله
الحق في تقرير نشرها ومن يستعملها وعلى الآخر احترام هذه الخصوصية. خصوصية. نعم. السؤال الثالث دائما في التربية المدنية: أرتب مراحل إعداد ميثاق القسم التالية. عندنا نخصص في أسفل الورق المقوى مكانا لتوقيعاتنا، نصنف قواعد الميثاق إلى ما نلتزم بتنفيذه وما نلتزم بتجنبه، نضع نص الميثاق في مكان مناسب يراه جميع المتعلمين، نسجل قواعد الميثاق التي اتفقنا عليها على ورق مقوى. إذن المرحلة الأولى هي نصنف قواعد الميثاق إلى ما نلتزم بتنفيذه وما نلتزم بتجنبه. ثانيا عندنا نسجل قواعد الميثاق التي اتفقنا عليها على ورق مقوى. ثم ثالثا نخصص في أسفل الورق المقوى مكانا لتوقيعاتنا. ورابعا نضع نص الميثاق في مكان مناسب يراه جميع المتعلمون. السؤال الرابع الآن: أشارك بمقترحات في وضع ميثاق قسمنا. مقترحات مثلا ممكن نضيفها، عندنا الحضور في الوقت، كذلك المشاركة وإبداء الرأي، عندنا كذلك احترام زملائه يعني المتعلم وزميلاته في القسم، احترم أساتذتي. إذن هذوما المقترحات، ويمكن إضافة بعض المقترحات الأخرى. إذن وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص الامتحان المحلي ديال الدورة الأولى الموسم الدراسي 2022-2023 ديال المستوى السادس ابتدائي. خليتكم على خير وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.